ايوه يلا صحي ولا لسه؟ لا لسه لسه ما صحيش. طب يلا جهز الفطار بسرعه عشان مستعجلها بسرعه ما تاخرش عن شغلها بسرعه. جهز الفطار. ايه انا هخش اكمل لبسي راح شغلي. ما انا كمان راح شغلي. ما تعودش تشتغل على اللحم برضه بالشكل ده. يلا قوم النبي يلا. طب خش اشوف لك حاجه في المطبخ وحضر لي وياك. حضر ايه؟ انت عارف انا ما اعرفش لا ولع ولا سخن. انت اسرع مني في المسائل ديت. يلا بسرعه والنبي يلا قبل ما خوخه تسمع صوتي تصحى وندب خناقه ثانيه. لا خوخه مش هتصحى دلوقتي. ليه؟ قعدت تدردش طول الليل مع سونا لحد 4 صباح. في ايه يا ترى؟ هيكون ايه في غير سيرتنا احنا الاثنين وحكايه الزعله اللي انت عملتها معاها دي. ولا خلاص خلاص البنت دي انا رميت طوبتها خلاص. لا. ليه بقى؟ ما انت ادبتها بما فيه الكفايه 15 يوم دلوقتي. والله لما يكونوا 15 سنه هفضل ازلها واحتقرها كده على طول. لا. هو ده معقول؟ وازاي تعيش في البيت ده لوحدك؟ مين اللي يشوف لك حاجتك؟ مين اللي يطبخ لك؟ مين اللي يغسل لك هدومك؟ ما تفكرنيش يا حمدي. لا ما تفكرنيش. ايه يا اخويا بتاكل ايه؟ بيض يا حمدي بيض. يا عيني. الله يرحمك. وبتشرب ايه؟ بيض يا حمدي. وبتنام ازاي؟ تعيش يا حمدي. يا بيض برضه. جنب البيض. وبتجيب البيض ده كله ازاي؟ من الفراخ طبعا. أني فراخ؟ الفراخ اللي مربينها في جنينة. لا انتوا مربيين في الجنينة بتاعتكوا فراخ؟ لا انا قصدي في الجنينة بتاعتكوا انتوا. يبقى انت اللي بتسرق البيض. طب وطي صوتك من النبي بس ما تفضحنيش. الله لا يفضحك. الله لا يفضحك. اتاري سونا تقول لي هي الفراخ بطلت بيض ليه؟ تكونش عاملة رخرة تحديد ناس. لا الناس غزيرة قوي. بس انا اللي اول باول بوديها الحضانة على طول. ما بحبش الفراخ تبقى جاهله ابدا. طب وبتعمل كده ازاي بقى من غير ما تتفيس؟ مساله بسيطه جدا. احكي لك. ادعيني على فرخه اهلينيه طيبه وتكون عايزه تبيض. اتمشى جنبها كده وانا مستهبل وعامل نفسي ديك. وبعدين كلمتين لطاف على فين يا جميل؟ الريش الحلو ده؟ ايه العرف الظريف ده؟ ما تيجي نروح العشره من 6 ل 9؟ يعني حاجات دي. وروح شابت معاها واخد نمره التليفون. صح. نظرة فابتسامة وتبتدي تبيض. ابتدي اشجع انا بقى. ولي يا ولي يلا يا حبيبتي هوب يا اغني خلاص. تنزل البيضة. تكون اللي ما استناتش عن النار بتتقلي. وساعات اكون مستعجل تعرف اعمل ايه؟ اوقف الفرخة اللي عليها البيضة في الشمس. اشمعنى يعني؟ عشان البيضة تنزل مسلوقة. تستدي دي تبقى مسروقة. سعليك يا حرام البيض. اعمل ايه يا حمدي غصب عني مفيش قدامي غير كده. ده انا كل يوم بيض بيض بيض. بقيت اكل بيض قبل البيض وبعد البيض وبين كل بيضه وبيضه بيضه. بطني بقت مزرعه كتاكيت. طب ده في بينقص كمان من عندنا فراخ. هتبلع عليا ولا ايه؟ هما كلهم 10 جواز. يعني انت اللي خدتهم برضو؟ لا والله ماليش دعوه هم اللي جم ورايا. مش بقول لك ديك. طب وبتعرف تطبخهم كده وتنظفهم لوحدك؟ لا انا ما اعرفش اعمل حاجات دي. انا بقيت ابيعهم واشتري بتمنهم حاجه الواحد يعرف يطبخها. ايه بتشتري ايه؟ بيض. اعمل ايه؟ بيض خلاص من كتر البيض متهالي حدا. والله العظيم. ايه رايك بقى ان سونا بلغت البوليس بكل السرقات دي؟ يا سيدي ما تبلغ. الله وانا غريب ولا اموت من جوع يعني؟ ما لازم اكل ولا اموت من جوع يعني؟ طب ما تاكل في مطعم يا اخي. منين ما انت عارف؟ مفيش معايا 25 قرش يا دوبك يكفوني مواصلات لاخر الشهر غير 3 ايام عامل حساب هنط فيه مليون مركب وما يدفعش. سونا خدت الفلوس اللي متاسف خوخه. خدت الفلوس اللي في البيت كلها. كل الفلوس ده علاوه على 2000 جنيه كنت لسه ساحبهم من البنك. رضا جديده والله. اسحبهم ليه بس؟ اقول لك يا سيدي عشان ادفع قسط التحيات في الارض اللي كنا دافعين مقدم بتاعها. اخر ميعاد الدفع بكره الساعه 12. يا اخي انا مش مصدق ان خوخه تعمل حاجه زي دي. ليه ما تصدقش؟ ما كله باسم الست حرامكم هي اللي عماله تحقنها وتودود لها. اعملي كذا ما تعمليش كذا مش عارف ايه والكلام الفاضي بتاعها وكله على دماغي وحضرتك ولا انت هنا. ليه يا اخويا؟ يعني انا مبسوط من النوم في الاوضه دي 15 يوم قاعد مقرفص على كرسي لحد ما بقيت زي تمثال بوزه. طب وانت يا اخي ليه سيبها تنام؟ الله مش عارف تشكمها اصلا عشان تشكم مراتك دي. ما هو اذا ما كانش كده هتيجي مراتك هي اللي تنام وتتحول هي لتمثال بوزه. ما تسيبها تروح تنام في بيتها وتطردها من القعده الزفت اللي قاعداها عندك دي. يا اخي في عرضك اعمل معروف صالحها بقى عشان اخش انا اعرف استريح انا. لا في لا 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 انا مش هصالحها. هفضل بكرامتي كده على طول. يبقى انا هفضل كده مقرفص في اوضه المكتب على طول. لان انت انسان ضعيف قدام مراتك. مش عارف تشكمها مش عارف تشكط فيها.
يا نهار اسود دي سونا صوت سونا. طب اسمع انا ماشي بقى ما اقدرش اتاخر. ايه ده انت صحيت؟ قولي انت نمت. طب كويس بقى ان انا لحقتك قبل ما تنزل. وانت لابسه كده ومبدره على فين؟ يعني ما انتش عارف؟ على المزاد طبعا. مزاد؟ طبعا. مش عارف ان انا اروح يلا ايدك بقى على 100 جنيه عشان اروح المزاد. تعمل بيهم ايه؟ عشان اروح المزاد. تروح المزاد ب 100 جنيه؟ ليه؟ لو التاكسي بيعمل كام؟ تاكسي يا حمدي. ده المزاد قدامنا هنا في العماره اللي قصادنا. طب الحمد لله هتتمشيها. طيب اخش انا بقى. استنى عندك ايدك على 100 جنيه يا اخي بقول لك. تعملي بيهم ايه؟ الله عشان مش عارفه لسه. طب هتشتري ايه؟ لسه اصلي رايحه المزاد. رايحه ليه امال؟ مش عارفه. الله. طب هتشتري ايه؟ يو بعدين بقى بقول لك رايحه المزاد احنا هنستعبط ولا ايه؟ خلاص ما عنديش فلوس. نعم لا ابدا انا قايله لك عليهم من زمان. مش فاكر. والله العظيم يا حمدي انا بنفسي شخصيا قايله لك يا حمدي والنبي تحضر لي 100 جنيه علشان المزاد حتى بأمارة ما انت قلت لي مفيش. يعني فاكره بقى كويس ان انا قلت لك مفيش. مش مهم لكن المهم اني انا قلت لك عليهم والسلام. وانا ما عنديش فلوس خالص. الله مش معقول يا حمدي. والله العظيم والله العظيم والله العظيم ما عندي فلوس صدقتي بقى. ايه ده بقى بعد ما لبست وتيقت مش عارف. يا سلام ليه كده يا راجل؟ حد يزعل الناس والامراء الطيبين دول؟ حد يعمل كده مع الست بتاعته؟ خلاص يا ست بس يا ست بس ما تعيطش يا جميل ما تعيطش حبيبي. ايه ده مين؟ انا عايزك لمؤاخذه بقى يا صبري. مش عايزين النهارده. ايه بقى؟ طب عايز اشوف خوخه. ها ما عندناش بنات بيتكشفوا على رجاله. حيلك يا ستتي دي مراتي. مراتك؟ ما تعرف قيمتها بديها لك. اتجاهزت انت تفكر نفسك حماتي ولا ايه؟ ابتدت خناقه كل يوم اخش انا اكمل لبس. انت يا راجل انت. نعم. انا مش قايله لك ما تجيش البيت ده هنا. طب اديني حسابك قصدي اديني مراتي. ده بعينك. ويعني انت ورانا ورانا بقى انا رافض الجواز طول عمري عشان ما بقاليش حامه ويوم ما فكرت اتجوز قعدت 10 سنين ادور على واحده مش قاعده مع امها لغايه ما عثرت في خوخه هي هنا امها في لوكسمبورج. تقوم تطلعين انت ورانا ورانا. الله جرى ايه يا جدع انت؟ انت بتكلمني كده ليه؟ انت هتتخانق معايا ولا انت فاكرني مراتك؟ وانت فاكراني جوزك ولا ايه؟ نعم يا شيخ خوخه عندك خوخه ماي لاف. اسمع اثبت كده ما تتحركش خليك عندك لما انا شخصيا اخش انده. طبعا هتمليها الاسطوانه بتاعت كل يوم. هو بيأثر فيك يا اخويا؟ يا ساتر يا رب يا ساتر. انا مش عارف ايه اللي بيخلي بعض الرجاله تتهطف في نفوخه وتتجوز ليه مش عارف. ايه سبع ولا ضب قطه طول عمرك. تعالى راح فين انت؟ راح شغلي يا راجل. حرام عليك بقول لك بكره معاد دفعه بتاع ال 2000 جنيه تسيبني كده؟ حرام عليك كل اللي دفعته يروح عليا. وحياتك يا عزيز. ايوه وشرفك يا راجل. أيوة. انا لو معايا ال 2000 جنيه دول يا سلام. اصيل يا حمدي اصيل. ما كنت وريتك وشي. وانا عارف اني ما حتاجش حاجه. اصل على ال 2000 جنيه معاه بتوع اللي مع اخوك. طب انا هعمل لك ايه؟ حاول انت تخش تتسحب بصنعه لطافه لغايه شنطه الهدوم ومحدقه كده تمد ايدك تلقطهم وتيجي بس. انا هل يعني ما بيعملهاش فشار؟ عمري ما اعمل حاجه زي دي ابدا الا مع سونا بس. ومين فينا ما بيعملهاش مع مراته؟ لا بس مع اخوها تبقى سرقه. مش سرقه ولا حاجه. انت هترجع حاجه لصاحبها الاصلي. ابقى لص. مفيش لص ولا حاجه. هتبقى لص شريف يا سيدي. ايها اللص الشريف يهون عليك شقه عمري دي يا حضرتك. ها؟ طب ما تحيلها انت بكلمتين من كلامك البارد. هترقعني دبشتين من دبشها اللي ما يخلصش وبنيتين ما انت عارفها. انا وياك مداب ولسانها فيه حدافه تحدف طوب. انما قلبها طيب والله. هي قلبها طيب صحيح انما طول ما الست مراتك دي وراها مفيش فايده يا اخوي. طب ما تقول لنا اسباب الخلاف. تصور اني ما اعرفوش لحد دلوقتي يمكن الاقي حل. هي سونه ما حكيتلكش ابدا. تصور يا سيدي من 15 يوم قالت لي عايزه اروح السيما. ايه برضه مش عيب؟ لا عيب. ليه؟ لانها عايزه تروح فيلم معين. اياك من افلام للكبار فقط دول. كبار ايه انت راخر؟ عايزه تروح طرزان. طرزان؟ قال لها يا سيدي طرزان مفيش دلوقتي خلص بكره يجي منه مفيش فايده. طرزان. فضلت قاعد كده لما جه في سيما من بتوع العرض الثالث فيلم اسمه طرزان وفتاه الادغال. كويس؟ خدتها وروحنا السيما. يا دوبك السينما ابتدت تظلم والفيلم ابتدى يشتغل ودي هات تصوير وده الدمام على عيال
اوعى شمالك، خد بالك من وراك، اقتل اقتل يا عمر، مراوح مراوح، تعال من هنا، خش من هنا، اهو جاي اهو، تعال من هنا، اوعى تفهم، تعال من هنا، خش من هنا، مراوح، اقتل حاجات من دي وبتاع لقيت الناس سابوا الفيلم واتفرجوا علينا. خدتها من ايده على بره على طول طبعا. عندك حق. حق ايه يا سيدي؟ طلعت نادلة عشان سبت فتاة الأدغال دي قبل طرزان ما ينقذها. أنا مالي ومال فتاة الأدغال؟ لا لا دي حكاية صغيرة أوي يا شيخ. ما هي حكاية صغيرة، إنما الست مراتك قعدت تكبرها لما عملتها صورة بالحجم الطبيعي. أنت هتقول لي اسمع يا عزة. نعم. أنت عاوز تستريح في بيتك وأنا استريح في بيتي. يا ريت. مفيش غير إن الاتنين دول يبعدوا عن بعض خالص. إزاي يا سيدي؟ ما كل مرة بنبعدهم ويرجعوا لبعض تاني. عشان كل مرة كنا إحنا اللي بنبعدهم. المرة دي لازم كل واحدة فيهم تبعد عن التانية بمحض إرادتها، لازم تكرهها. إزاي يعني؟ سمعت عن حاجة اسمها التوقيع؟ التوقيع إن الإمضاء اللي لا 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 التوقيع، النميمة. نميمة؟ يا ساتر يا رب، اعوذ بالله، نميمه يا ساتر. ازاي ونبي ازاي؟ ما تسوقينيش، بقول لك اما غريبه دي انا مش عايزه اكلمه. بتسوقيني ليه؟ طب ايدك والفستان بس نبي بطلوا صلباطه بقى. صباح الخير يا حمدي. صباح الخير يا خوخ. ازيك يا خوخ؟ قول له بتسلم عليك وبتقول لك هي مخصماك. بتسلم عليك وبتقول لك هي مخصماك. ولو كلمتني مش هرد عليك. ولو كلمتني مش هرد عليك. طب وحشيني قوي يا اخوخه. وحشتيني قوي يا اخوخه. وحشا ما يلهفك. وحشا ما يلهفك. اللي بتقوله ده يا فندم؟ لا 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 دي بتقول عليا انا مش عليك. طب انا جعان بقى ولسه ما فطرتش. الله، طب ما قلت لك خش اعمل لك حاجه في المطبخ. لا كده بس. طب انا جعان بقى ولسه ما فطرتش. اتفلق اتفلق. قلت له اتفلق. طب والله العظيم منعت. الله والله منعت. خد. اي 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 والنبي والنبي تضرب من الحال. كل يوم من ده. حجوا علي. يا لو اي يابا 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 يابا. اي 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 انا فوخي. دم دم. بس كفايه بقى. دم شاف الدم. ايه الحكايه دي؟ انتوا زودتوها قوي. انت راخ فين؟ ايه اللي دخلك وانت نفسك؟ ايه؟ واحد بيربي مراته. مالك انت؟ ايش حشرك بينا؟ واحد وبيربي مراته، مالك انت؟ والله ايه؟ والله راجل حشري طبعا، متطفل بايخ ما عندوش دم. مش كده يا روحي؟ طبعا يا قلبي. لا انتوا قطع مجانين. ده كمان هيلبخ. استنى عليا بقى. عزت نعم. تيجي نضربه؟ شيخه نروح في داهيه في واحد زي ده. شيخه لا مفيش داهيه. والله عندك حق، ده ما يستاهلش طبعا. انتوا ناسينكم في بيتي ولا ايه؟ عايزين لنا بحكايه بيته. تقولش ما عندناش بيوت نتخلف فيها. يلا بيت نمشي نروح بيت. يلا يا حبيبي. هو ايه؟ هو انت فاكرين ان ما عندناش بيوت نتخلف فيها ولا ايه؟ انا هروح ارمي حاجتي واجي على طول. يلا رمي. ايه وانت فاكر الحكايه يعني؟ بس انا رجعت العمليه. راح يخلي شنطتي واخد حاجتي واروح بيتنا نتخانق هناك. وانتوا فاكرين الحكايه ايه يعني؟ الله غريبه انت خوخه، هتروحي مع عزه بعد كل اللي عمله فيكي؟ والله انت كنت عاوز تخمني قد انت. يا رب كنا ماشيين كويس. ايه اللي جابها ديت؟ ايه اللي جابها؟ ما بدهاش بقى، مفيش غير السلاح السري. ايه التوقيع؟ النميمه. النميمه. طب خمسه نميمه. خمسه خوخة. ما بكلمكش ما بكلمكش. لا ده انا عايزك في حاجه مهمه قوي يا خوخة. اللي انت عايزه اكتبه على ورقه. اللي انت عايزه اكتبه على ورقه علشان اقراه انا الاول، علشان تقرا سونا الاول. سونا مالكيش دعوه انت يا سونا. الله جرى يا حمد، هو اللي بعمله ده انا علشان مين؟ مش علشان البنت الغلبانه دي. ايوه بس من حقه ينفرد بمراته ويكلمها كلمتين لوحدهم على انفراد كده. طيب حاضر يا حمد، اديني سايبها له. خوخه نعم. خلي بالك اوعى ياكل بعقلك حلاوه. ما تخافيش ده انا نصحه قوي. خوخه بس انا مش ممكن ابدا ارجع معاك. انا لا يمكن ارجع معاك البيت تاني مره، فاهم ولا لا؟ اوعى يلا كده بقى. بس اسمع، دي حاجه ملهاش دعوه بالرجوع ولا بالزعل ولا بالصلح ولا باي حاجه. حاجه تعب ضميري وقدام ربنا مش قادر اكتمها، قلت لازم اقول بقى. طب قول. هو ايه؟ صراحة انا ما اتفقناش على حاجة. ما تقول ايه؟ حد اللي يقول لك حد. ايه حكاية الموضوع ده يا حمد؟ ايه حكاية موضوع؟ ايه مفيش حكاية موضوع ولا حاجة. الموضوع بتاع
موضوع ده موضوع لا ده موضوع محرج قوي. عايزة تحاول لك عليه. إيه؟ يا حبيبي قولوا النبي يا عزاز ما تخوفونيش. لا بصراحة بقى سامحني يا رب. بس عليك. أنت عارفة سونا يا ستي متمسكة إنك تقعدي معاها ليه؟ إيه؟ مش عارفة طبعًا يا مسكينة. لا طبول. قال عشان هي ستي قال هي عايزة تقعدك معاها عشان هي اللي تهندزك وتنجرك وتعلمك ازاي تلبسي فساتينك وتعملي شعرك وتمشي في الشارع وتكلمي الناس وتتعاملي مع الناس لان قال ايه؟ قال انت عره وغبيه وجهله وهيفه وما شابه ذلك. بقى سونا بتقول كده؟ ايه يا عز؟ لزوم ايه الكلام ده تقوله لها دلوقتي؟ انت عاوز تزعلها؟ كده؟ طيب طب سونا دي بقى بلدي وما بتعرفش تلبس وجاي من ورا الجاموسه كمان. صح. وهي دي الفساتين اللي بتلبسها دي؟ ده انا رحت خدتها عند الخياطه بتاعتي عشان تعملها فساتين زيي. ده انا اللي مدنتها. يا ريت كده وبس. ما عرفتيش يا شابه؟ لا ما عرفتيش. لا يا اخويا. ايه دي بتقول عليكي ايه؟ ايه عليك لما تلبسي جزمه بجعبه عاري تتعبالي. بتقول عشان لسه واخده على القبقاب. ها وبتقول كمان ان شعرك اكرط وهي اللي خدتك تفردهولك عند مكواج الرجل. انا طب هي بقى قرعة وحاطه باروكة. هي قرعة؟ اه قرعة. وبتزن؟ وبتزن كمان. ولسه وكل يوم كل يوم بتحلق راسها بالموس بتاع حمدي. يا خبر. اه اتقرن اقول للمواس بتنقص من عندي ليه؟ شفت بقى ولسه ده انا ممكن اقعد اقول لك من هنا لحد بكره. لا يا اختي وانت قلتي شويه. اما اخش انا بقى اشوف شغلي. شوف بقى مادام هي اللي ابتدت انا هكشفها. من حقك طبعا. قول يا ست. دي بتقول لي حاجات يا عزت يا اخويا. ايوه بعد بعد انت فاكر البلوزه البامبه اللي انا جبتها لنفسي بمناسبه عيد ميلادك؟ فاكر انساها ازاي؟ دي كانت بال 12 جنيه اللي فاضلين من ما هي. اهي بقى انا لبستها مره واحده بس وشافتها عليا وسمعت حمدي بيشكر لي فيها راحت واخدها مني وقاستها طلعت ضيقه عليها كمان ضيقه وبرضه فضلت تلبسها. يا لهوي. اه والله يا بالحق ما قلتليش يا اخي. ايه يا اخويا البلوزه دي فين يا حبيبتي؟ مش ماشي. ما هي دي الكهنه اللي انا بنشف فيها المواعين. بقى تنشفي المواعين ب 12 جنيه امال هنعمل فيهم بكام؟ ولسه 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 يا عزت ولسه. قولي قولي. انت عارف هي بتعمل ايه في المصروف بتاع البيت اللي بتدهولها حمدي؟ ايه بتخنصر منه؟ بتخنصر. تطبخ لسان الاجتماعي وتقول انا بطبخ لسان بلدي. قريبة لزوجي. كمان. والله تصور بقى. انت عندك استعداد تواجهها بالكلام ده؟ طبعا. بقى انا شعري اكرت؟ لا طب انا حخش. شعرك حرير. حرير. شوف. على الخدود يهفك ويرجع يطير. شوف ازاي. شوف الحرير. امال ايه؟ طبعا. شوف بقى هي بتقول عني كده. طب انا هخش اضربها. بس خليك ايه خاسية. توحشة. امال ايه؟ مالي. قلت علي ان انا جاية من ورا البقرة؟ لا الجاموس. انت اتجننتي يا بنتي يا عبيطه انت؟ ما هو ما تقوليش بيت بنت وستين بنت كمان. ده انا ما قدرتش اصدق انك تقولي كده على ستك اللي عملتك بني ادم. انا غصب عنك بني ادم. لا بقى ده انت جايه لنا حافيه. ها لا كنت لابسه شراب. بقى انا ارعى وبركب باروكه. اصلي يا بنت انت بتقولي ايه؟ انت بتشنقي عليا يا بنت انتي؟ ها؟ بتشنقي عليا؟ طب شعري قدامك اهو شديه كده. طب تعالي اوعي لا يطلع في ايدك بعدين. عرفتي بقى عرفتي؟ انا شعري اكرط وبفرده عند مكواج الرجل. ايه ده انا ما قلتش كده ولو ان هي دي الحقيقه. كدابه. لا بقى ده انا بعينيا دول شايفاكي بتروحي عند المكواجين وبتقعدي عنده بالساعتين يفرد شعري ويحط الفودره يبخ ويكويه ويرجعك البيت على شماعه. سيبوني عليها بقى سيبوني. محدش مسكني. طلع نام يا معلم. خلاص لو النبي شوف هتعمل ايه. سيبها. لا
طبعا هفتحك واخد فيك 16. يا اخي ليه ده؟ انا اديك روسيه واديك العباسيه كده. اه بس تعالى بس يلا نبي يلا نبي يا حبيبي ربنا يجيب علينا نعمه. اوعى كده انت تديني تاخد فيا انا قاعد الكرسي بس كده بعد اوعى كده. طيب انا هروح الم حاجتي واخرج على طول. اوعى عندك ما تخشيش الاوضه لوحدك لا تلطشي حاجه كده. طيب وادخل في الضغط عندك انا صح. يا سلام بنت خوخة جدعه قوي. لا سنة اجدع. ايه رايك بقى في تخطيط محسوبك؟ يا سلام النميمة دي الظريفة بشكل النميمة. ايه رجعت لي فلوسي. انت بقى ما تنزلش لما تاخد خوخة في ايدك. طبعا على الاقل ايه تطبخ لي كده حاجة طازة كلها. انا بطني مششت يا اخويا وانا اعرف ارتاح بقى في بيتي شوية. انا في اوضة النوم. الحمد لله احنا انتصرنا انتصار باهر. انا متأكد ان مفيش واحد عايز اشوف وش التانية بعد ما كشفناهم قدام بعض. تلاقيهم زمانهم هريم ضرب وزمان خوخة نازلة ايه في زونة هم هم وزونة نازلة في خوخة هم هم. قول يا رب ياكلوا بعض ونرتاح منهم ونخلص منهم ونقرفهم وجع قلبهم كله. يا هم هم بتقول هم يا لهوي. انتوا طلعنا ابوكوا على شونة انتوا الاتنين. ها عاوزين توقعوا بيني وبين سونة. ها ساذجين قوي. مش مكسوف من نفسك انت وهو؟ على رأي مثل كانت ماما تقوله دايما قال شابت لحاهم والعقل لسه ما جاهم. وعلى رأي مثل كانت أم الحاجة دايما تقوله يفحطوها الفيران يقعوا فيها التيران. تيران انت رخرة. امال ايه؟ ايه هشرح لك كل حاجه. ما تكلمنيش انت بالذات بقى. ما تقوليش ولا كلمه مش عايزه اسمعك. خوخه ايوه تعالي يا حبي نقعد في اوضتي نتكلم مع بعض. اه يا خوخه عايزه اقول امشي العب بعيد يا شاطر. اجري 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 كده. وبعدين وبعدين حمدي عزك ايه مفيش غير حل واحد. الحقني بيه يا اخويا عشان نخلص منهم. واحدة من دول تسرق التانية. يعني ايه بس تسرق التانية؟ هلبسها حلة ولا بجور ولا راديو نقول ما التانية مش هتساعد بقى. لا الا الا اذا ظبطتها متلبسة من غير ما يكون لنا احنا دخل في العملية دي خالص. ازاي ازاي؟ مستغني عن الفلوس اللي معاك دي؟ نعم يا اخويا ده انا ما صدقت اتكلمت عليهم. قال مستغني نص ساعة ورجعهم لك. نص ساعة؟ اه هتعمل بيهم ايه؟ شوف يا سيدي نعم دلوقتي خوخة هتكتشف ضياع الفلوس اول ما تفتح شنطتها وهتروح لها بالظبط وتقول يا لهوي الحقونا. ما انا عارفها بنتي مزاجها جدا تموت في المليم. انا بقى خوخة تتسرق في بيتي يا خبر تروح نبلغ البوليس. يجي البوليس يفتش البيت ويطلع بنفسه الفلوس قدام خوخة. منين؟ من شنطة سونة. يروحوا مجرجرين سونة على الاسم ودخل 16. يلا بس بقى هتحرم تشوف الست المشبوهة دي تاني. خوخة وخوخة هتكون كمان اتنزلت. طب بس دي نقطة مهمة يا بيه. نعم ما البوليس هيرجع الفلوس لخوخة مش ليا. لا ما هي بقى خوخة هتكون عرفت غلطتها وصلحتك ورجعت لك الفلوس وقعدت تستعطفك علشان تسامحها. تقعد تعتذرني تعتذرلك وانا اقول لا على فكرة. تبوس في رجلي انت ضامن الحكايه دي؟ طب خد يا ايه رايك بقى ده فكره عظيمه. خلي بالك خطت هاي خلي بالك بس واخد بالك. لا اسمع المسائل باظت. انت رايح فين؟ طب انا هروح فين؟ قال ويحلف ان ما معاهوش فلوس. قال كذاب. ما هو الخير كتير بقى. ده الخير بالزوفة. يلا يبقى يعدوهم بعدين بره احسن.
عزك عزك ايه؟ انت خدت فلوس يا راعي يوسف؟ لا مش انا فلوس سونا؟ اه ابو سونا تاخدها من سكتي كده بس انا واسمع دي مصلحه ازاي؟ ده وفرت علينا التعب طب ازاي بس؟ مش يعني مش تقول بتوع مين جم منين ازاي؟ لا 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 سونا ما عندكش فكره ما عندهاش الفضول ده ابدا ايه لما تشوف فلوس تنصعر ما اخوها كده برضه تشوف فلوس تكتف وتعب انها ما تعرفش حاجه خالص تلاقيهم هم بقى الاثنين كل واحده قاعده في وش الثانيه ومش عايزه تقول لها انا معايا 2000 جنيه طبعا طب اسمع بقى ايه؟ لا المساله دخلت دور جد استاذن انا هنزل شويه الجنينه واجي ايه تروح فين؟ ما انا متهيألي بقى يعني الخطه تقتضي ان انا اكون بعيد عن مسرح الجريمه الله. وساعه ما تحصل المساله اجي انا واقول يا خرابي ايه حصل ايه؟ يا لهوي مزمزه حاجات كده وبتاع كان لسه ما اعرفش حاجه انت بقيت باش مخطط منكم نستفيد عن اذنك انا نازل شويه كده في الجنينه ها كل حاجه تمام اهو يا ساتر عز النبي الحاني الحاني يا حمدي اتنشلت فين في الاتوبيس لا هنا في بيتكو ايه اه خوخه تتسرق في بيتي يا خبر دي اهانه لا يمحوها الا الدم راحوا فين بس انا مش عارفه الالفين جنيه راحوا سرقوا فلوسي كلها والله يا خرابي انت عرفت منين يا بنت يا الله ايه بقى واضحه الحكايه زي الشمس إيه انت اللي قلتي لي انا قلت لك انت انا عارف بقى قلتي لي 1000 2000 يا خبر يا ساتر يا ساتر خوخه تتسرق في بيتي واسكت ده لا يمكن دي اهانه اهانه لا بقى ده انا بقى في مسائل الفلوس دي ما اعرفش يا مرحماني ما اعرفش ابويا فيها لا عندك حق لازم نبلغ البوليس البوليس وبس ده البوليس والنيابة والإسعاف والمطاف كمان هو أنا حاسكت؟ طبعاً بلغ البوليس شقة عزت كله وحيا الدنيا أوديكم في داهية لو عزت عرف ألو بوليس النجدة أوعى ألو يا سويش يا سويش الحقوني حرامي إيه ده زمانه جاي خلاص ما قلتله ده كلام الو الو يا حضره البوليس يا شويش انا اتنشلت مين اهو جه ساذجه قوي انت والله البوليس جه الو يا شويش ما تنطق الله 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 ترد عليا يا شويش يا شويش يا بوليس ايوه يا استاذ ما تلحقوا نعمل معروف ايه اللي حصل سرقوني يا بيه طب ما احنا جايين عشان الموضوع ده وانت كل شويه تقول انا جاي انا جاي انا جاي ما تيجي بقى يا هاني ما انا جنبك اهو يا امه يا امه يا خراب يا خراب يا خراب يا خراب انا اقول لك يا حضره الظابط انا اقول لك الحكايه انا كنت قاعد في اوضه المكتب سمعت حد بيصرخ قلت يا ساتر يا ساتر اتريها خوخة في ايه يا خوخة لو سمحت خش في الموضوع ما انا هخش اهو قالتني اتنشلت يا بيه قلت لها يا خبر خوخة تبقى في بيتي وتتسرق دي اهانة لا يمحوها الا الدم يا استاذ خش في الموضوع بقى حاضر. انا اقول لك ايه انا اقول لك يا شويش نقيب نقيب انا اقول لك يا شويش نقيب اتفضلي بس باختصار لو سمحت باختصار خالص شوف بقى انا وعزت كنا متخانقين من 15 يوم علشان رحنا فيلم الطرزان وبعدين بقى سونا انت كنت فين في المزاد يا حبيبي وين الفرورات والحاجات اللي انت لابساها دي ما انا قلت لك اني انا كنت في المزاد يا خبر يا ساتر يا ساتر يا شويش والله العظيم خش يا شويش انت بطلان والله والله العظيم خش يا
ابط على المتهم يا فندم. متهم ايه بس؟ شاويشنا بس. لقيته فين؟ الصور حامل الصور ما زعلش. لقيته فين ده؟ ظبطته في حاله مريبه، ظبطته وهو بيحوم حوالين عشه الدجاج. قرايب الدجاج. هو انت اللي كنت بتسرقهم؟ لا انا ما اخص عليك. ما انا بتاعها ايه؟ ايه سونه بس؟ اخرس يا حرام الفراخ. سونه ايه؟ ده جوزي. وانا الله، وانا من زمان عماله بقول يا ربي بس الفراخ دي بتروح فين؟ البيت ده بيروح فين؟ اتريه هو بيتويهم اول باول ده من ورايا. يا خوخة هفهمك بس ده بس اتكشفت يا لص. انت حرام. بس عشان يوم بجره منها مش واخد خوانة. ماشي كده النهارده راح معلقني حضرة السول. حضرتك بتتهم الشخص ده؟ طبعا. طب هاتوا يلا بينا يا شويش. حاضر يا فندم. يلا بينا. فين يا حضرة الظابط؟ مش قبل ما نشوف حكاية الفلوس اللي ضاعت دي. فلوس ايه؟ احنا جايين عشان البلاغ اللي كنت عملتوه بخصوص الفراخ اللي بتتسرق. احنا في فراخ دلوقتي، الفلوس بتاعتي اتسرقت هنا. هو المبلغ الله. هو المبلغ كام؟ 2000 جنيه بايه؟ 2000 جنيه. وانت عرفت ازاي؟ فلوس من شاع عمري والله العظيم فلوسي. انت كان معاكي 2000 جنيه ومخبيه عليا؟ اخس عليكي. كنت حطاهم فين؟ حمدي ايه الحكايه بالظبط؟ انا ما اعرفش. انا كنت في اوضه المكتب سمعت حد بيصرخ، قلت يا ساتر يا ساتر. اتريها خوخه. في ايه يا خوخه؟ يا استاذ. يا فندم لو سمحت شوي. حاضر. ما انا بس اعرف الفلوس دي راحت ازاي. بتقول ايه يا حضرت؟ قالت لي انا اتسرق. قلت لها يا ساتر يا ساتر، خوخه تبقى في بيتي وتتسرق؟ دي اهانه. لا يا استاذ. يا فندم خليني اعرف اشوف شغلي بقى. طب يا فندم انا بساعد حضرتك اهو. طب وتقترح نعمل ايه؟ اقترح انك تفتش الشقه حته حته. لا والموجودين واحد واحد. لو النبي الله يسترك بلاش الموجودين للتفتيش. بلاش التفتيش. شقتي بقول لك تطلع ليها سمعه. سمعه ايه بس؟ ايوه حضرتك بالظبط. تفتش الموجودين واحد واحد وتبتدي بي انا كمان. وبالشنطه بتاعتك. لا يا حمدي بلاش الشنطه. بلاش يا حمدي بلاش. وانت خايفه ليه؟ ابتدي بيها بقى يا حضره الظابط. ايوه انا يا حضره الظابط. ده انا حتى ما معيش شنطه. خلاص كله راحت في المزاد. انا احنا بلاش. انا قلت لك يا حبيبي كنت في المزاد بقى. انا بقى يا حضره الظابط اتفضل. لا يا لا يا حمدي. لا لا بلاش بلاش يا حمدي بلاش. فلوسي فلوسي. ايه ده؟ فلوسي. ايه اللي جابها عندي؟ حاور اخر. فتش المتهم ده عسكري. عم يا فندم تعالى يا متهم. يا بي بلاش. تعالى يا متهم. والنبي حرم الزور. والنبي حرم الزور. ايه انت حاوي؟ طب طلع ارنب بقى. طلع ارنب. يلا خلاص بقى. بص هعمل ايه؟ الظاهر ان حضرتك هتشرف معانا القسم وانت كمان. ليه بقى انا؟ طب انا ذنبي ايه؟ ده انا كنت قاعد في اوضه المكتب سمعت حد بيصرخ. قلت يا ساتر يا ساتر. طب ايه يا خوخ؟ ايه في ايه يا خوخ؟ تبقى اقول الكلام ده هناك. تبقى كلام من كلامك في القسم. حاضر. حمدي طلع حرامي زي عزت. ازيك يا مخطط؟ نحمده. فضلت تخطط تخطط لحد ما يخططونا. هيخططونا للوز ان شاء الله. اللي حصل بقى قول لخوخه بقى خليها تتنازل وتخلصنا. وقول لسونه تتنازل انا فضحت الفراخ دي. سونه خوخه. سونه نعم. هتعملي ايه في قضيه الفراخ؟ هتتنازلي عنها؟ ما اظنش. وخوخه نعم. انت هتعملي ايه في قضيه السرقه يا حبيبتي؟ هتتنازلي عنها؟ ما اظنش. عندك حق. تصوري يا خوخه الواحد أيوة. متجوز بقاله 15 سنه وفي الاخر يتضح ان اللي متجوزه ده يطلع لص. وانا 8 سنين متجوزه واحد حرام مفرخ من غير ما اعرف. عارفه يا خوخه يا حبيبتي ايوه الرك على الاصل برضه. فعلا الواحد لازم يسال كويس قبل ما يناسب. غلط غلط الواحد يتجوز عن طريق الخطبه فعلا.